السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مملحات كيجيو زوينين بزاف. عندي هنا كما كتشوفوا الزبده ذوبتها، وغنزيد عليها واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، الزيت عادي ديال الطياب. انا طبقتها هي الاولى باش هنا غادي ندير جوج فرماجات مسلتين. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال الطحين وقبصه ديال الملح. هنا من بعد ما كتذوب هاد الزبده هذه حتى هي كنضيفها صافي. غادي ندير واحد كاس تاع الماء دافي، غادي نزيدو حتى هو، وغادي نجمع هاد المكونات هذه حتى كتكون عندي عجينه. هنا من بعد ما عجنت العجينه عادي غادي نفرقها انا على ثلاثه، وغادي ندير النكهات. النكهات كيبقاو نتوما وشنو بغيتو. انا غادي ندير غندير الشكلاط ديال الدهن، وغندير الزعتر، وغندير الحار، هذه الصلصه الحاره. نتوما شنو بغيتو ديروا ديروا. هنا غادي نسرح هاد الكويره هذه، وغادي ناخذ الشكلاط ديال الدهن. ولا عندكم حتى هذاك الشكلاط عادي كامل غادي تحكوه غير باش كيعطي لك النكهه ديال الشكلاط. انا غادي نوريكم. انا خديت شويه ديال الكالا وغادي نحكو بهاد الحكاكه رقيقه بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا. وغادي نجمع العجينه باش ما تخرجش ليا داك الحشوه اللي داخل، ونعجنها مزيان باش كتنسجم العجينه مع داك الحشوه كلها اللي درت. هذا الشكل ديالها كيجي متخرف، كيجي زوين بزاف. غادي نخليها وغادي ندوز الكويره الاخرى. خديت هاد الكويره هادي درت فيها الزعتر، يمكن لكم ديروا حتى الزعتر وتخلطوا مع شويه الفرماج اللي بغيتو اللي كيبغي. هنا من بعد ما درت ديال الزعتر غادي نجمعها، وهاد الاخيره درت فيها الصلصه الحاره. كنعجنوها مزيان باش هذاك الحار يدخل فيها مزيان. وكيكون الشكل ديالها بحال هكا. دابا غادي نغلفهم بالبلاستيك باش العجينه ما يضربهاش البرد. غادي دابا البرد كدير قشره، يعني نخليه بحال هكا حتى كتساليو الشغل ديالكم عاد باش كتخدموا وحده بوحده. وهذا الشكل النهائي ديال المملحات الاقتصادي اللي حضرت معكم، كيجيو غزالين بزاف كما تشوفوا الكميه يعني زوينه. عندي هنا الفقاس درتو بهذا الشكل هذا، درتو حرابل درت ليه نص طيبه بحال الفقاس العادي، وقطعته بالمقص بهذا الشكل هذا. وعندي هنا هذا ديال الزعتر درتو كما شفتوا على شكل رول. انا غير كنوريكم الاشكال وكل واحد كيفاش كيفضل الشكل اللي بغى يديرو. وهنا هذا ديال الشوكولات درته بشكل عادي، قطعته شكل عادي مربعات صغيره بالقطعه ديال البيتزا. والشكل الاخر درته بهذا الشكل بحال شكل بليغات. نتوما كتفنوا، كيبقى كل واحد والذوق ديالو. كنتمنى الى الاعجابكم وتجربوهم، وتخليوا لي التعليق ديالكم في الكومونتير. شكرا لكم على المتابعه، وبالصحه والراحه.